في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2266 عنصراً إجرامياً والمصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، قتل، وبحوزتهم 1237 قطعة سلاح ناري من بينها 148 بندقية آلية و183 بندقية خرطوش و43 مسدسا و862 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 240 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4092 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3421 متهماً، من بينها 584 بندقية و328 بندقية آلية و212 مسدساً و2968 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و438 خزينة، إضافة ل6122 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 43 تشكيلاً عصابياً ضموا 131 متهماً قاموا بارتكاب 292 حادث متنوع. كما تم ضبط 557 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 259 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 418 متهماً. كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,188,477 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,428 حكم جناية من بينها 7 أحكام بالإعدام و498 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 670,176 حكما جزئيا و115,770 حكما مستأنفا و1,092,983 حكم غرامة و301,120 حكم مخالفة.